الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الأصل العاشر الذي ينبغي التنبيه عليه أن في هذه الفتاوى سمعت ممن قرأها علي أنهم يقولون إن لو كانت العلة في تحريم النمص هي تغيير خلق الله لأوجب ذلك أن كل ما يسمى تغييرا لخلق الله فإنه يعتبر حراما، فينبني على ذلك تحريم إزالة شعر الصدر بالنسبة للرجل، وتحريم إزالة شعر اليدين والرجلين بالنسبة للرجل، فكأنهم يلزموننا بأنه إذا جاز ذلك مع أنه تغيير لخلق الله فلما لم تجيز النمص؟ فعدنا إلى القياس وإلى الجمع بين ما فرق الشارع فيه. اعلموا وفقكم الله أن الأصل يقول المجمل يبنى على المفصل أي المبين، فقول الله عز وجل ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله هذا مجمل، قد بينته الأدلة الأخرى التي تدل على تحريم أنواع من التغيير كتأنيف الرجال واسترجال النساء، هذا كله من تغيير خلق الله الذي وارد تحريمه بالدليل، والنمص من التغيير المحرم بالدليل، الوشر من التحريم المبين بالدليل، والوصل من التحريم الثابت بالدليل. فإذا ليس كل تغيير يدخل في هذا لأنه مجمل، والمجمل يفتقر إلى بيان، فإذا كل زينة نهى الشرع عنها فهي داخلة في هذا النص، وأما ما سكت الشارع عنه من التغيير فهو عفو، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباح. فإذا أين هذا من هذا؟ هذا جمع بين ما فرق الله عز وجل فيه. فإذا قول الله عز وجل عن الشيطان ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله مجمل، ما الأفراد التي تدخل تحته؟ يدخل تحته كل زينة نهى الشرع عنها، فيدخل تحته الوصل لثبوت النهي، والوشر لثبوت النهي، والوشم لثبوت النهي، والنمص لثبوت النهي، والتبليد لثبوت النهي، واسترجال النساء وتأنيث الرجال، كل ذلك يدخل في تغيير خلق الله، وتبكيت آذان الأنعام لثبوت النص به، لكن إزالة شعر الصدر، إزالة شعر اليدين والرجلين هذا ليس من التغيير المنهي عنه، لأنه ليس ثمة دليل يدل على إدخاله في هذا الإجمال، ليس هناك دليل يدل على النهي عنه. فإذا تخريجهم هذا على هذا وجمعهم بين هذا وهذا هذا خلط لا يصح. ثم أضيف إلى ذلك أصلا 11، وهو أن المتقرر عند العلماء أن ما كان تحريمه يرجع لحق الله فلا يرجع في تحليله لإذن المخلوق أبدا، ما كان حراما لحق الله فلا ينظر فيه رضا الطرفين، لا ينظر فيه إلى رضا المخلوق وإذنه، فالرضا حرام لحق الله فلا ينظر فيه إلى رضا المتعاقدين، والزنا حرام لحق الله فلا ينظر فيه إلى إذن المتزانيين، والسرقة حرام لحق الله فلا ينظر فيه إلى إذن الإنسان، والقذف حرام لحق الله فلا ينظر فيه إلى إذن الإنسان، والخمر حرام فلا ينظر فيه إلى رضا الإنسان، والغصب حرام فلا ينظر فيه إلى إذن الإنسان، فالمحرمات لحق الله لا ينظر فيها إلى إذن أحد. وقد تبين لنا سابقا أن النمص محرم لحق الله في خلقته لنا، فالشيطان وعد بأن نتولى نحن على تغيير أن نتولى نحن تغيير خلقة الله في قوله ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فلما علمنا أن العلة الصحيحة والحقيقية المنصوص عليها في النمص هي كون النمص متضمنا لتغيير خلقة الله لنا، فإذا هو حرام لحق الله، فيجب علينا أن نحفظ خلقة الله، فلا يجوز لنا أن نتقحم هذه الخلقة بتغيير نهانا الله عنه، نهانا الله عنه، وما كان حراما لحق الله فلا يجوز تعليقه بإذن أحد، فمن علق جواز النمط بإذن ولي المرأة من كزوجها فهو مخالف لهذا الأصل،
وسبب في هذه المخالفة هم أنهم جعلوا الحكمة التي هي التدليس مكان العلة التي هي خلق الله، فأوجب لهم هذا الخطأ خطأ في التفريع والتخريج. ثم أضف إلى هذا أيضا أصلا أخيرا ولعلي أختم به كلامي هذا، أن الشريعة، أن المتقرر عند العلماء أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. فبما أن الشريعة يا مسلمون فرقت بين شعور الجسد الواحد، فشعر أمرت بأخذه وشعر حرمت أخذه وشعر سكتت عنه، فهذا التفريق يدل على أن هذه الشعور أحكامها مختلفة، واختلاف أحكامها يرجع إلى اختلافها في ذاتها وحكمتها والعلة في ذلك. وسواء أكانت هذه العلة أو الحكمة معلومة لنا معاشر الخلق أو خفية، فالمهم أنه تفريق ثبت به النص، وما ثبت به النص فإنه لا يكون إلا لحكمة بالغة. إذ الله هو الحكيم اسما وذو الحكمة المتناهية المطلقة صفة، فهب أن النمط خفيت علينا علته، فلا يجوز لنا أن نشكك فيه، لا يجوز لنا أن نشكك فيه. لما؟ لأن الذي حرمه علينا هو الله. ولذلك كم يعجبني قول عائشة رضي الله عنها وإجابتها لمعاذة لما قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مع أن العلة معلومة لكنها أرادت أن تربي معاذة على الحكمة الأصلية التي ينبغي أن يقف عليها عندها كل مسلم ناصح لنفسه مؤمن بالله عز وجل الإيمان الحقيقي. فقالت أحرورية أنت؟ قلت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصلاة، عفوا، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه العلة. فإذا قيل للمرأة لا تنمصي فتسألنا ما العلة، فنقول لأن الله نهاك عن ذلك، لأن رسولك نهاك عن ذلك، فلا حق لها بعد ذلك أن تقول وما الحكمة طيب. فنقول إذن ليس من شرط تطبيق الأحكام الشرعية معرفة عللها ولا معرفة أحكامها الثانوية، لأن المسلم يقف عند الحكمة الأصلية الأساسية وهي أنه ثبت عن الله ورسوله. فما دام ثبت عن الله ورسوله فلا نقول إلا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا ينبغي أن نشكك في ثبوت هذا الحكم، أو أن نحيص من ها هنا ونلوص من ها هنا محاولة للتملص من تطبيق هذا الحكم استثقالا له. هذا ليس من طبع المؤمن، هذا ليس من طبع المؤمن. سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، هذا هو طبع المسلم، هذا هو طبع المسلم. فلا يجوز مطلقا أيها الإخوان أن نعارض هذا النص، أن نعارض هذا النص أو أن نصادر دلالته الواضحة الظاهرة بمثل هذا الكلام إذا فهمنا هذه الأصول. وإن مما لا ينقضي منه عجبي أنني سمعت من أفتى بجواز النمص دعوى إجماع المسلمين العملي على جواز الأخذ من شعر الوجه. فنقول أثبت العرش ثم انقض، أين هذا الإجماع؟ من الذي حكاه؟ ولكن صدق الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كافر. أين هذا الإجماع؟ أين هذا الإجماع؟ هل أنت تتبعت أحوال المسلمين من لدن عهد الصحابة إلى يومنا هذا ورأيت أن المسلمين أجمعوا؟ ويا ليته قال إجماع العلماء، إجماع المسلمين العمل على جواز الأخذ من شعر الوجه. أين هذا الإجماع؟ ومن الذي أفتى به؟ وأينك من قول العلماء الذين قالوا بتحريم النمص مطلقا في الحاجبين وفي الوجه أيضا؟ أولم يقل العلماء ذلك؟ الجواب بلى، قاله بعض العلماء وإن كان أكثر العلماء على خلافه. فلو أنه قال أكثر المسلمين كان ذلك قد يقبل مع أن فيه نقاش، لكن دعوى إجماع المسلمين العمل على جواز الأخذ من شعر، أين هذا الإجماع مع أن الخلاف ثابت في المسألة؟ لكن من ادعى الإجماع فهو كذب. وسمعت من بعضهم يقول
هل يمكن أن ترتب الشريعة هذا اللعن العظيم على مجرد أخذ شعرات من الحاجبين؟ هل يمكن أن ترتب الشريعة هذا اللعن العظيم على مجرد أخذ شيء من شعرات الحاجبين؟ نقول هذا اعتراض، هذا اعتراض على رب السماوات والأرض، هذا شريعة الله. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان هذا الأمر خفيفا في ظنك فإنه عند الله عظيم، كما قال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالعبرة بما عند الله وبما أمر الله به لا فيما تظن أنت في حدود علمك وفهمك، فأنت لست بحجة على الأدلة. نعم النمص عظيم عند الله، ولعظمه رتب عليه هذا التحريم، بل ورتب عليه هذا اللعن. والخلاصة من هذا التعليق على فتاوى هؤلاء هداهم الله هو أن النمص محرم، ويدخل فيه الأخذ بالنتف من شعر الحاجبين يقينا، والأحوط للمرأة والرجل أن لا يأخذها ولو تورعا. يا أخي ولو تورعا، فإنك إن لم تأخذ منها لن ينكر عليك أحد، لكن إن أخذ فإنه ثمة من العلماء من سينكر عليه. فلما تترك موضع الإجماع احتياطا وتورعا واستبراء للدين والعرف، وتركا لما فيه ريب لما لا ريب فيه؟ على الأقل نقول للناس كذا، نقول اختلفوا والأحوط عدم الأخذ، الأحوط عدم الأخذ، لأن المتقرر عند العلماء أن الخروج من الخلاف مستحب، والمتقرر عند العلماء أن فعل ما اتفق عليه العلماء أولى 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 من فعل من فرد به أحدهما ما أمكن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. أسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح نفوسنا، وأن لا يجعلنا ممن يقول على الله عز وجل وفي دينه بلا علم، ونعوذ بالله من أن تنطق ألسنتنا بما يغضبه علينا. ونسأله عز وجل أن يغفر لإخواننا وأن يوفقنا وإياهم لكل خير. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.